بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اسمي بنقير جديقة، رئيسة الجمعية النساء الغد للتنمية. اليوم الحمد لله كنتوجدوا في الحرشة جامعة بوعرك، درنا واحد الحملة ختانية جامعة مع الهلال الأحمر، وشارك معهم والحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير، ونتمنوا لهم التوفيق للجميع الحمد لله، ونتمنوا هذا الشيء يزيد ويزيد، وباش نزيدوا لقدام ان شاء الله، باش المغرب ديالنا يزيد لقدام. وكنشكروا السلطات المحليه، ونشكروا ستي مصطفى عيل الاحمر ووليداتو كاملين، وشكرا لهم، والسيد الرئيس اللي جا وزارنا، والحمد لله هذا الشيء. كنتمنوا الحمد لله المزيد من العطاء للجميع ان شاء الله، وشكرا، والله ينصر سيدنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم نورة غطاس، عضوة وأمينة المال بجمعية نساء الغد للتنمية. في إطار عملية التضامن وتشجيع التكافل الاجتماعي للأسر المعوزة والفقيرة، نظمت جمعية نساء الغد ومنظمة الهلال الأحمر المغربي وبتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة عملية الختان الجماعي المجاني، وذلك بحضور يعني بخضوعهم لهاد الأطفال هادو الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث استفاد من هذه العمليه تقريبا من 40 ديال الطفل، وقد تمت هذه العمليه بنجاح الحمد لله، وبادخال الفرحه والسرور على اباء وامهات الاطفال. السلام عليكم، كم سكينة غوزاي، مسعفة ديال الهلال الأحمر. نهار تنظم الهلال الأحمر المغربي كجمعية نساء الغد، يجن الحملة الختان في دوار الحرشة، يستفد الزيت أكثر من 40 واحد، الأجواء أعذون المليح الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كنشكروا جمعية نساء الغد والمركز السوسيو تربوي، وكنشكروا الهلال الأحمر، والحمد لله استفدنا من الختان لوليداتنا، وكان إن شاء الله من هنا لقدام إن شاء الله حاجة جديدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذه الجمعية هذه اللي ساعدتنا على الوليدات، طهرناهم وكنشكروهم والله يجازيهم بخير وعلى خير، وكنتمناو كل عام إن شاء الله تكون بحال هذه المبادرة هذه. السلام عليكم ورحمة الله، معكم صبيحة غداري، ممرضة في المركب السوسي التربوية اللي تابعة لجمعية نساء الغد. هذا النهار عندنا واحد الحملة ديال ختان ديال الأطفال الصغار، وكد بالتنسيق مع الهلال الأحمر المغربي، وكانت يعني أجواء زعما الحمد لله أزيد من 40 واحد اللي استفاد، والفئات المعوزة، وهذا الشيء كان يعني مبادرة خيرية إن شاء الله، ونتمنى تزيد لقدام ونعود لها إن شاء الله العام الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم دنيا فرحان، بصفة مستفيدة داخل جمعية نساء الغد للتنمية، قد نظمت هذه الأخيرة مع هلال الأحمر اليوم وبتنسيق مع وزارة الصحة عملية ختان جماعي، حيث استفاد من هذه العملية تقريبا 40 طفل مستفيد، وقد تمت هذه العملية في جو منظم، ونتمنى للجمعية الازدهار والتقدم، ونشكره على هذه الخطوة.